عاجل، الرئيس السيسي يفتح في بيان عاجل النار على الدول الأوروبية منذ قليل، وأول رد من الحضري على ما حدث معه مع الشناوي في مباراة مصر وليبيا، وعاجل زلزال بقوة 6.1 ريختر يشعر به أهالي مصر، ننشر التفاصيل. وفي مفاجأة غريبة للجميع، تفاصيل منح السعودية هدايا مزيفة لترامب، والتفاصيل أول وثيقة تأمين المصريين بالخارج، ننشر التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك أو أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل ليه 2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر، عاوزين نوصل أكتر من 2000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. والسيسي في بيان عاجل يفتح النار على الدول الأوروبية منذ قليل، وتساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي إذا كانت الدول الأوروبية مهتمة ومستعدة للتعاون مع مصر لتوفير حقوق للإنسان، كما تساءل أيضا عن استعداد أوروبا لنقل جزء من صناعاتها في مصر. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة في مؤتمر قمة تجمع فيشغارد مع مصر: هل أنتم مستعدين تعملوا ده؟ ولا بنطلب من القيادة السياسية بس توفر المعايير اللي انتوا متصورينها. اتصور لازم يكون في شكل اعمق في النقاش والحوار بيننا في هذا الامر. الرئيس السيسي اوضح: تحدثت اليوم في موضوعات كثيرة مثل الهجرة غير الشرعية والجماعات المتطرفة وغيرها من القضايا، متسائلا مستعدين كاصدقاء اوروبيين ودول مهتمة بحقوق الانسان توفروا لنا توأمة مع جماعاتكم الاوروبية المتقدمة، تبقى موجودة مع جماعات مصرية عشان نقدم تعليم كويس يناسب متطلبات العصر. مصدر معانا كان من الوطن. هذا كان تعليقا مهم جدا من الرئيس السيسي في قضية حقوق الإنسان ومطالب الدول الغربية لمصر بالنظر في ملفات حقوق الإنسان. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن على أصدقائنا الأوروبيين تفهم حقيقة ما يحدث في مصر. تابع: نحن قيادة نحترم شعبها وتحبه وتسعى من أجل تقدمه. الرئيس السيسي قال خلال كلمته في مؤتمر قمة تجمع فيشغارد مع مصر: مش محتاجين حد يقول لنا معايير حقوق الإنسان، عندكم فيها تجاوز. لا، أنا مسؤول عن 100 مليون نفس والحفاظ عليهم، وهذا أمر ليس باليسير. المجر فيها 10 مليون مواطن، هولندا فيها 40 مليون مواطن، ومصر فيها 100 مليون مواطن. الرئيس السيسي تابع وقال: 65% من الشعب مصر شباب وعنده أمل وعاوز يعيش، وعاوز أقول للأصدقاء في فيشغارد: عاوز أشكركم على الموقف الداعم للدولة المصرية. وأشار أن مصر تشهد تواجد 6 ملايين لاجئ من مختلف الدول العربية والإفريقية يعيشون بها إسوة بباقي المواطنين المصريين، يعني اللاجئين عايشين زي المصريين إخوات وحبايب، مفيش تفرقة عنصرية بين المصريين واللاجئين. وأضاف أنه لا توجد معسكرات للاجئين في مصر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، مصر لا يوجد بها معسكرات للاجئين. لو بصينا على الدول الأوروبية اللي مهتمة جدا يعني بحقوق الإنسان، عاملة لهم معسكرات ومش مقدمة لهم حياة آدمية. ومنهم خلي بالكم تركيا عاملة معسكرات للاجئين، وخصوصا للاجئين السوريين. وقال الرئيس السيسي: إنما الجميع يعامل بمساواة. وضح إن اللاجئين يتلقون العلاج في جميع المستشفيات ويحصلوا على الخدمات نفسها التي يحصل عليها المصريون. وتابع: لا نحتاج لأحد ليقول لنا ما هي حقوق الإنسان لديكم. الحفاظ على 100 مليون مصري ليس بالأمر اليسير، وعلى أوروبا أن تتفهم ذلك. المصدر معنا كان من RT. هذا كان تعليق الرئيس السيسي وبيان في منتهى الأهمية وقوي جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الأوروبية. ننتقل مع بعض الخبر آخر. عاجل زلزال بقوة 6.1 ريختر يشعر به أهالي مصر،
وكشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 11 وربع دقيقة بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت، وأوضح أن هذه الهزة شعر بها سكان مناطق متفرقة في مصر، لافتا إلى أنه جاري تحليل بيانات الزلزال والمناطق التي شعرت بها. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته. وعن تصنيف مصر ووضعها العالمي بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوة ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقي الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة. مصدر معانا كامل اليوم السابع: اذا زلزال بقوة 6.1 ريختر يضرب جزيرة الكريت وبعض المناطق في مصر شعرت بهذا الزلزال. ننتقل مع بعض الخبر اخر وعاجل، اول رد من الحضري على ما حدث معه مع الشناوي في مباراة مصر وليبيا. وجه مدرب حراس مرمى منتخب مصر عصام الحضري رسالة لحارس الفراعنة محمد الشناوي بعد مباراة ليبيا امس الاثنين في تصفيات كأس العالم، والتي شهدت انفعال الشناوي على الحضري بعد استبداله. وتعرض الشناوي للإصابة في الشوط الأول من المباراة ليغادر الملعب لصالح زميله محمد أبو جبل، ولكن الشناوي دخل في نقاش غاضب مع الحضري الذي كان ينتظره بالقرب من مقاعد البدلاء. ولنفي وجود أي خلاف بينه وبين الشناوي، نشر الحضري عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك صورة له مع حارس المنتخب المصري بينهم الشناوي، وعلق قائلا: ألف مبروك لمصر وجماهير مصر العظيمة، فوز منتخب مصر وثلاث نقاط مهمة في مشوار التصفيات. وتابع: ألف سلامة عليك يا شناوي، مبروك تألقك يا جبل، ومبروك لكل الحراس صبحي وبسام، وجودكم واستعدادكم في أي وقت، وإن شاء الله موفقين دائما يا رجالة. نجح منتخب مصر في الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة من توقيع أحمد فتوح ومصطفى محمد ورمضان صبحي، ورفع منتخب مصر رصيده بعد هذا الفوز إلى 10 نقاط، مبتعدا في صدارة المجموعة السادسة بفارق 4 نقاط عن وصيف منتخب ليبيا، فيما تحتل الجابون المركز الثالث ب4 نقاط وأنجولا المركز الرابع والأخير ب3 نقاط. المصدر معانا كان من RT. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر اخر، وفي مفاجأة غريبة للجميع: تفاصيل منح السعودية هدايا مزيفة لترامب. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن الهدايا التي تلقاها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب والوفد الذي رافقه في زيارته الى السعودية عام 2017، مشيرة إلى وجود مفاجأة حولها. وقالت الصحيفة الأمريكية أن عدد هدايا السعوديين إلى مسؤولي ترامب بلغت نحو 82 هدية، وتراوحت من الهدايا العادية مثل الأحذية والأوشحة إلى الهدايا باهظة الثمن، من بينها 3 معاطف مصنوعة من فرو النمر الأبيض والفهد وخنجر بمقبض يبدو أنه من العاج. ونقلت الصحيفة عن أحد محامي البيت الأبيض تأكيد أن حيازة الفرو والخنجر على الأرجح ينتهك قانون الأنواع المهددة بالانقراض، لكن إدارة ترامب احتفظت بها. ولفتت الصحيفة إلى أنه في اليوم الأخير لرئاسة ترامب سلم البيت الأبيض هذه الهدايا إلى إدارة الخدمات العامة بدلا من إدارة الأسماك والحياة البرية الأمريكية، التي صادرت الهدايا هذا الصيف، والتي كشف تحليلها عن مفاجأة وهي أن المعاطف الثلاثة مزيفة وليست طبيعية. وقال تايلر شيري المتحدث باسم وزارة الداخلية التي تشرف على خدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية: لقد قرر مفتشو الحياة البرية والوكلاء أن بطانات المعاطف مصبوغة وليست مصنوعة من فرو طبيعي. إما مقبض الخنجر يبدو أنه يحتوي على سن أو عظام من العاج، على الرغم من أن التحليل المعملي الإضافي سيكون مطلوبا لتحديد الأنواع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح إما إذا كان السعوديون على علم بأن الفرو مزيف، معتبرة أن حكاية الفرو ليست سوى مثال واحد على كيفية تحول تبادل الهدايا بين أمريكا وقادة الأجانب إلى فوضى عارمة في بعض الأحيان خلال إدارة ترامب. هذا ويحقق المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية في مزاعم بأن المعينين سياسيا من قبل ترامب غادروا بأكياس هدايا بقيمة آلاف الدولارات كانت مخصصة للقادة الأجانب في قمة مجموعة السبعة المخطط لها في كامب ديفيد عام 2020، والتي تم إلغاؤها بسبب ما حدث. وقالت نيويورك تايمز أن الحقائب احتوت على عشرات الهدايا التي تم شراؤها بأموال حكومية، بما في ذلك محافظ جلدية وصواني قصدير وصناديق الحلى المصنوعة من الرخام المزينة بختم الرئاسة أو توقيعات ترامب وزوجته ميلانيا ترامب. فيما يواصل المفتش العام ملاحقة مكان وجود زجاجة ويسكي يابانية بقيمة 5800 دولار منحت لوزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وعملة ذهبية عيار 22 قيراط منحت لمسؤول آخر في وزارة الخارجية. مصدر معنا كان من نيويورك تايمز، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر وتفاصيل أول وثيقة تأمين المصريين بالخارج. وأعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد عن تفاصيل وثيقة التأمين الاختيارية تلبية لطلبات المصريين بالخارج. وتم إعداد الوثيقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، وسيتم إصدار وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج بدءا من يناير المقبل بمشاركة المجمع المصري لتأمين السفر للخارج، والتي تم تشكيلها العام الحالي، وتضم شركات التأمين التي من المقرر أن تصدر وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج. وقالت السفيرة نبيلة مكرم إنه سيتم إتاحة وثيقة الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج والتي تم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية ليتم العمل بها لتغطي المصريين العاملين بالخارج من حاملي تصاريح العمل في حالات الوفاة لعودة الجثمان، وذلك في حدود مبلغ تأمين وقدره 100,000 جنيه. وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه تم التوافق بين المجمع التأميني على أن يكون الاشتراك 300 جنيه عند الإصدار الأول للجواز بالتعاون مع وزارة الداخلية، و100 جنيه للتجديد سنويا لوثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج. ويتم فتح حساب بالبنك المركزي تصرف منه تعويضات للمستفيدين بالوثيقة سواء في حالات نقل جثمان أو التأمين ضد الحوادث الشخصية. وتابعت الوزيرة أنه تم تعديل بعض بنود النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج لتتماشى مع إضافة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، وتم اعتمادها تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين أثناء مؤتمر التأمين وإعادة التأمين بشرم الشيخ سبتمبر الماضي. مصدر معنا كامل المصري اليوم، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير وأيضا أبنوب خلفاوي المسؤول عن المونتاج، تحية طيبة لي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.